مشاهدي قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من جيش الدار البيضاء. اليوم معنا واحد السيدة اللي كتعيش التشرد هي والعائلة ديالها، ويعني منذ زمن وهي كتعيش التشرد هذاك، يعني كتنعس غير في الزنقة، ما لقات لا حنين الله يرحمها، ما لقاش اللي تعاون معها. هادشي علاش اليوم كتناشد جميع المحسنين وجميع الجمعيات باش انهم يتعاونوا معها ويتعاطفوا معها. السلام عليكم اخشي. السلام عليكم. عليكم السلام اخويا. عاودي لنا اخشي القصه ديالك، من امتى وانت مشرده؟ امتى طلقتي؟ شنو المشاكل ديالك؟ دابا نكتب لك مع والديا، ملي توفي ملي جاو صحاب القروه ما عطاونا لا استفاده لا والو. ملي طلع ملي تحولنا صافي تشرت ما تبا، كنا كنسكنوا في كاريان. كاريان ديال الحي المحمدي؟ الحي المحمدي. صافي ملي مات الوالي تشردوني خواتاتي، تشرت في الزرقاء، درت كيطرون في الزرقاء، جاو يروبوا لي البوليس. عشت فيها هما اللي لاحوني الزنقه. علاش لاحوك الزنقه؟ صافي ملي ما تبا لاحوني الزنقه، قال لك خاصك وحده تعرف اش دير راسك. صافي كبر منك ولا صغار منك؟ لا هما كبر مني. صافي تلاحيت للزنقه، درت كاطون في الزنقه، بركت في الزنقه. وهما فين كانوا؟ فين بقاو كيعيشوا؟ دابا عايشين في الهراويين، كاريين دار في بارتمان في الهراويين. كاريين مجموعين. كاريين مجموعين. صافي لاحيني الزنقه. وبغيت هاد الناس هادو يتعاونوا معايا في سبيل الله. واش كان عندك شي مشكل مع العائله ديالك؟ لا ما عندي لا مشكل لا حتى شي حاجه. هما بغاو ملي مات الوالد لاحوني وصافي. وانا قلت اللهم انت لاحي الزنقه، المحسنين يتعاونوا معايا. وهادو خواتاتك؟ خواتاتي من دمي ولحمي. خواتاتي من دمي ولحمي. كيف كتشوف هذا التشرد هذا اللي شردوك؟ صافي التشرد مرات، ولات يوم ملي كنطلع السبيطار كندوق البلا ودير محمد الخميس، لا ما تقتيش بيا لا طلع معايا وسول يقول لك السيده يومين كتجي هنايا، يومين دابا عندي جبلاوات في النهار ديال الاعصاب. قتلوا لي بنتي عندها 18 عام، اغتصبوا لي ولاد الدرب قتلوها، ولدي كينعس لي مشرد لي في المحطه كي بات لي، بنتي مشرده لي عندها 24، مشرده لي في سيدي حجاج عند صحاباتها، انا مشرده كنباتها في الزرقاء، من الصباح لا ماكله لا والو. بغيت هاد المشاهدين يتعاونوا معايا في شي دويره. عفت السرفيه تنموت انا وليداتي. صافي ما بغا منهم والو. بنتي كانت باقا حيه اختصموها. اختصموا ولاد الدرب وقتلوها عندها 18 عام. كيفاش تقتلوها؟ داوها صحه بجناوه. داوها صحه بالسيوف داوها، ضربوها لي الراس وداوها، وعروها كيما ولدتها، اغتصبوها ولاحوها ليا، لاحوها ليا لدار الامان. انا غادي نبيا السبيطار وما غادي نبان مشراحه، حيت صافي انا ما بقيتش عاقله، ما بقيتش عاقله على راسي. من تما ولا مشرده دابا الان. صافي تشرد دابا كل ساعة غادي محمد الخامس، فين ما كيشدي داكشي كنمشي محمد الخامس، ها التقتيش بيا الله معايا وتسول، قلت السيدة يومين عندنا وأنا مريضة دابا المشاهدين هما تما يتعاونوا معايا. صافي. شي ولد آخر دابا تو مشرد؟ لا تو مشرد كينعس ليا في المحطة، عنده 18 عام كينعس ليا في المحطة، وبنتي كتنعس ليا في سيدي حجاج عند صحاباتها عند 24، بغيت هاد الناس يتعاونوا معايا باش يدوز مع وليداتي حتى نهار نموت. صافي هادشي اللي كنطلب منه، ما بغا منه والو. كتشوفي حياتك ضاعت؟ حياتي ضاعت اخويا بزاف، ولا ماكله لا والو، انا بالصح ندور والله ما ضايق النعمه. علي الضالي دقيت على ولا اختي عطيني شريبات الماء، سخفت ولكن مشيت شي محلابه بالصباح شو حالتي كي دايره، بصح ندور في الشمس حتى وحده ما تعطيني. والو ولا والو، ما كيجيو عندي ما كيتسوقوا لي ما والو، حتى واحد ما كيجي عندي. ودابا الان ملي ما تبا كيجيو عندي ما كيتسوقوا لي ما والو. دابا الان بغيت هاد المشاهدين يتعاونوا معايا في شي دويره، بارك عليا حتى نهار توفى حتى نهار نموت. شحال من يوم شحال من دابا من عام وانت مشرده في الزرقاء؟ ملي مات لي با وتريبات لينا القروه، صافي وانا مشرط للزرقاء، وعيت بالزرقاء، عيت اخويا عيت، والبرد والشتا والجوع، ولا ما قعدت دابا كنمشي نعس في السبيطار. صافي تقرت كنمشي نعس في السبيطار، كيديروا لي السيروم والدواء وكنعس، قصيت عشت تما كيطلع النهار وكنخرج كنخرج كنديباني الساعه ما كندبر على والو. هذا بصح الجوع والله ما واكله دابا الان والله عرفتي سخفانة دابا. ولدك انت اخر مرة شفتيه؟ ولدك انت اخر مرة شفتيه؟ لا ملي تشردي ما بقيتش شفتو. يعني ما بقيتش كتلاقى؟ لا ما بقيتش كتلاقى انا وياه. صافي دابا الان ما بقيتش شفتو، ملي تشردي ما بقيتش شفتو. شحال دابا هو بك ما مرتش؟ ها؟ شحال تقريبا دابا ما شفتيش؟ ملي شردو انا صحاب الكاريان ما بقيتش شفتو دابا الان. ما عرفتش عن وباش نقلب على خويا، ما كنعرفوش انا فين كاين، وما كنعرفش غنمشي انا، ما كنعرفش، ما عارفة والو انا، ما كنعرف حتى شي حاجة، ما عارفة والو. ما كنعرفش انا حد ديال هنايا صافي، هادشي اللي كنعرف فرقي صالي انا والسبيطار محمد الخامس صافي. شنو تبغى تقول لخواتاتك اللي لاحوك بزاف؟ قول انا ما سامحش لي بغدا باب الله اللي شردوني، ما سامح لي من الدنيا الاخرة، حيت هما سببي في التشرد هذا، ما سمحش ليهم، ما سامح لي من الدنيا الاخرة، كي مت كي بقيت حية ما سمحش ليهم. هما خواتاتي هما السبب تشردت انايا، وكلشي الحي المحمدي يعاود معايا ويسول ويقول لك السيدة شردوها خواتاتها. ملي شردوني في هذه الحالة توليت في هذه الحالة، ما بليا ما كنكمي ما كندير حتى شي حاجة، انا باغا خبز الله وتنموت، ما لقيتش نمشي نبكى تنموت. صافي
شنو باغي؟ وراه كل وحده كل وحده كتدخلني اخويا، مره كتدخلني واحد السيده ومره دابا غنبسها في الزرق، ما عنديش دابا فين غنعس. هذيك السيده اللي كانت كتدخلني مسكينه مشات ما كايناش، ما عرفتهاش فين داير. ما عنديش والو، انا لبست السروال حشاك مقطع، مشرق عليا حشاك من التحت، مشرق عليا من الظهر، والتريكوت هو مشرق ولابساه، وجهو كاملين مشرقين عليا، ما عندي حتى شي حاجه. مابقيتيش عايشه بحالك بحال الناس. مابقيتش عايشه بحالك، ما كنشوف شي وحده، وحده بالدرب عايشه باخر وانا ما عايشاش. كنقول شو دابا كي كانت وشو كرجعات. وانا داكشي اللي كندير هي ما كنديروش انا، يا ربي تسمح لي، مابقيتش باغا داكشي انايا، حتى داكشي انا عارفه شنو كدير، مابقيتش باغا داكشي، انا بغيت حتى الحلال. مابقيتش باغا داكشي، بغيت غير تعاون معايا في شي بريريكا وشي حاجه نجمع فيها وليداتي وناكل ونشرب حتى نموت. صافي هادشي اللي كنطلب من المشاهدين اللي تعاونوا معايا في هاد الحاله. ما لقيتش اخويا، ما لقيتش، ما لقيتش اللي تعاون معايا، بقات لي الخدمه اللي طلبتها. دابا كنعطي نمرة التليفون شحال وحده عطيتها وما كيبغوش يجاوبوني، كيبغوش واش يجاوبوني اي وحده دابا ما كتبغيش تجاوبني كاع نهائيا. بغيت دابا انا شي دوينه نجمع فيها وليداتي بعدا هما الاولين، وديك الساعه نشوف الخدمه ماشي مشكل، نجمع وليداتي اللي مشردين نقلب عليهم ونجمعهم. شفتو ما بقاتش المحنه؟ ما بقاتش اخويا، ما بقاتش اخويا والو، ما بقاتش. انا بصح انا ندور ما لقيت لا فطور لا غدا لا والو، فمي شحف عليا دابا مره كنشحف كنمشي نشرب الماء. ما فيكش بقايمش الدور فيك. كنبقى ندور بحال حتى 12 الليل، حتى 12 الليل. كاع الحال الناس زي محمد ولاو كيعرفوا. كلشي هنا كيعرفني كاملين، ولا كندخلها بحال هكا كنبقى بركة تماك بحال هاد القنيتة هادي، كنبقى بركة حتى الصباح وكنخرج. شنو آخر رسالة توجهها للمحسنين؟ الله يرحم لي من الوالدين اللي شافوا في هاد الحالة هادي، وهادشي اللي عاودت لهم، وهادشي تعاونوا معايا. الله يرحم لي من الوالدين، الله يسهل عليهم، الله يخلي لهم وليداتهم، الله يحفظهم ويحفظهم وليداتهم. شوفوا هاد الحالة اللي فيا، لا بغاو لا بغاو لا بغاو عند الله سبحانه وتعالى. صافي هادشي اللي بغيت منهم، ما غنمنهم والو، نتمنى حتى نجمع وليداتي حتى نتوفى. وشي اللي قعدت شفت فيه كيف ما تبعتوا معنا الحاله ديال السيده هذه اللي مشرده هنا في منطقه الحي محمدي، اللي كتعيش واحد الازمه نفسيه لان الابن ديالها قتلوها لها كيف ما قالت، وكذلك ولدها اللي مشرد لها. كتمنى هاد السيده من احد المحسنين يتواصلوا معها عبر الرقم 06 18 35 31 33، 06 18 35 31 33، باش انها تجمع وليداتها ودير واحد الدويره ديالها. وكذلك ما لقاتش حتى ما كرهتش ان شي واحد يتكفل بها ولقى لها شي خدمه اللي تخدم وتعول على راسها. مشاهدينا الكرام، كنتمنى انكم تبارطاجيو هذه المباشره هذه وتعاونوا هذه السيده هذه باش تعيش حتى هي حياه كريمه بحالها بحال جميع المغاربه. والى هنا ينتهي هذا البث المباشر، والى اللقاء.